وزارة التعليم تعلن موعد التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية واللغات. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان وخدمة إخبارية جديدة. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتواصل جهودها لتخفيف العبء على السادة أولياء الأمور خاصة بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023-2024. وفي إطار التحول الرقمي في الدولة المصرية بتستكمل وزارة التعليم ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكل المحافظات. من خلال المنصة دي بيقدر أولياء الأمور يتقدموا إلكترونيا لأبنائهم من أجل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي، واللي هي طبعا تعتبر الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس الرسمية. كمان التقدم هيكون بشكل إلكتروني للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات. كمان وزارة التعليم أكدت على أهمية قيام أولياء الأمور الراغبين في التقدم لرياض الأطفال أو للصف الأول من المرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية إنهم يسجلوا البيانات إلكترونيا بداية من أول شهر يونيو اللي هو 1/6/2023، والتقديم متاح لمدة شهر وحينتهي يوم 30 يونيو 2023، يعني 30/6/2023، عن طريق التطبيق الإلكتروني على بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط emis.gov.eg. الوزارة بتؤكد أنه بعد ما يتم تقديم أو كل ولي أمر هيقدم للطفل أو لابنه للصف الأول الابتدائي هتكون بيانات الطفل متاحة في كل منافذ الدفع لسداد المصروفات، لكن في بعض الشروط اللي أعلنتها الوزارة، وهي أنه لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن 4 سنوات، لا يقل عمر الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات. كذلك تنسيق الطلاب هيتم عن طريق المديريات التعليمية في كل محافظة طبقا للكثافة بكل محافظة أكيد، وده تنفيذا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6/7/1989 واللي بينظم الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم. كل ولي أمر هيقدر يتابع نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني، وبعد الإعلام يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة اللي هي مرحلة القبول النهائي، وده بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه لكل الشروط. كمان وزارة التربية والتعليم وضحت أنه خلال فترة التقديم الإلكتروني يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه أنها تقدم المساعدة لولي الأمر، وحيتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيا بالمدرسة من خلال التطبيق الإلكتروني اللي تم إعداده للمدارس والخاص بالتقدم للصف الأول الابتدائي فقط. لكن لابد من الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر. وفي حالة الولاية التعليمية بيتم الاطلاع على الحكم القضائي، وبتقدر المدارس إنها تتابع أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقديم. وزارة التربية والتعليم كمان أكدت إن خلال الفترة من 1/7/2023 وحتى 30/7/2023 هيكون متاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، علشان تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقا للقواعد المنظمة. وتقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف القبول أو عدم القبول المبدئي في الطلبات المقدمة للالتحاق بها، مع ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكتروني سواء موقف تسليم أو عدم تسليم ولي الأمر لملف التقدم بالمدرسة، وده طبعا للطلبات اللي تم قبولها بشكل مبدئي. وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة بيعتبر الطلب المقدم غير معتد به. الوزارة أوضحت أن المدارس الابتدائية الرسمية لغات خلال نفس الفترة من أول يوليو وحتى 30 يوليو هترحل كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائي بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، وده عن طريق الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائي الخاصة بها. وكمان هيتعرض مسؤول المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم ترحيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي. الوزارة قالت كمان أنه بالنسبة للمتقدمين لمدارس رياض الأطفال الرسمي للغات وبعد انتهاء فترة التقدم الإلكتروني المخصصة لأولياء الأمور، هتقوم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بتسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال الرسمية للغات بكل مديرية
عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة، علشان يتم عمل الإجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس، على أن تقوم المديرية التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس، علشان يتم إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة. أما بالنسبة للطلاب الوافدين، أكدت وزارة التربية والتعليم أن ولي الأمر هيقدم أوراق الالتحاق للإدارة التعليمية علشان جهة الاختصاص تراجع المستندات، ويتم اختيار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين اللي تم قبولهم. وكذلك يجب على مدير المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيا مع ضرورة الإعلان في كل مكان ظاهر بالمدارس والإدارات التعليمية والمديرية عن فتح باب التقدم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي. ده اللي كان معانا في نشرتنا النهاردة. حاولنا إن احنا نجمل كل ما يخص التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال. نلقاكم في نشرات جديدة. شكرا جزيلا.